الدورة تبدأ مباشرة بعد عيد الفطر وتستمر 30 يوم. تبدأ بمدينة أكسفورد حيث تقضي الطالبات حوالي 5 أيام من يوم 20 جولاي إلى 26 جولاي. في آخر الفترة يكون هناك سباق للخيل يشهد العديد من الرياضيين وفعاليات اقتصادية سواء كان في دولة الإمارات أو من بريطانيا، ومن ثم يتجه إلى سكوتلاند ليقضوا بقية الفترة هناك ويحضروا حفل التخريج الذي نأمل أن يشهد كذلك ممثل للجامعة يشترك مع رؤساء أو مدراء الجامعات المشاركة، وهم حوالي 10 جامعات، 9 منهم في دولة الإمارات وواحدة في ماليزيا. وأنا كنت في زيارة إلى سلطنة عمان قبل أسبوع تقريبا ووقعت اتفاق مماثل، وأتمنى أن يكون هناك أيضا فتيات من سلطنة عمان للبدء بالدورة المقبلة إن شاء الله. أود أن أقول أن الفتيات أو المبتعثات ليسوا سوى واحد، هم مبتعثات دراسيات المطلوب منهم إعداد تقارير دورية عن سير المحاضرات أو سير الدراسة بشكل عام. الدراسة لها 3 محاور، المحور الأول دراسات صوتية في حرم الكلية يلقي عليهم العديد من المدرسين الذين تم توظيفهم في هذا الغرض. المحور الثاني ميدانية، دراسات ميدانية وهي زيارات إلى بعض المرافق الحكومية منها البرلمان البريطاني، منها البرلمان الاسكتلندي، منها المجلس الاقتصادي في اسكتلندا، ومنها بلدية سكوتلاند، ومنها جامعات سكوتلاندية. والمحور الثالث هو دراسات أو زيارات ترفيهية سواء كان إلى حدائق أو إلى مصانع أو إلى مثل مصنع الجام اللي في سكوتلاند، مصنع الماء المعبى في سكوتلاند، زيارات إلى بعض المناطق الجبلية إن كان هناك ثلج أو غيره، ممكن تحويل البرنامج حسب اللقاءات وحسب الظروف الممكنة. المطلوب من البنات طبعاً أنهم يعدوا تقرير في آخر الدورة يرفعوه إلى الكلية أو إلى الجامعة بحيث يعرفوا عن مدى اهتمامهم أو مدى استفادتهم من هذه الدورة. التكاليف طبعا من الـ A to Z يعني تحملها هيئة المطلوب. وأنا أتعهد بأن نأخذ الطالبة من القاهرة ونرجعها للقاهرة مرة ثانية يعني بدون أن تحمل أي نفقات محتملة. هناك بوكيت موني ينعطى للفتاة، هناك فندق والأكل والمواصلات ورسوم السيارات بالإضافة طبعاً إلى رسوم الهواتف. الهواتف طبعاً العديد من الفتيات يمكن يكون عندهم هاتف محمول، أرجو أن يغلق الهاتف هناك ويعطى الفتاة رقم سكوتلندي حتى يستطيع الاتصال أو يستطيع أهلها بالأحرى الاتصال به. يعني لا نرغب في أن تكون الطالبة مصدر إنفاق لعائلتها أو لنفسها، لكن على الأسرة أنا متصل في الوقت القريب، عندي رقم هاتف سكوتلندي أيضا نحن راح نلتزم فيه. وهناك طبعا الإنترنت أو الكمبيوتر، هناك طبعا السيارات المختلفة، البرنامج معد على الطالبة أن توقع نوع من الاستمارة
يذكر فيها إن كانت تعاني من أمراض معينة أو تعاني من احتياجات طبية معينة أو إن كانت حامل. استعدت أن نكتب رسائل إلى السفارة البريطانية لإعطائهم التأشيرات المناسبة، وتحمل نحن طبعاً نفقات التنقل والإقامة والمعاش، وفوق هذا أيضاً هناك نفقات جيب بمقدار 1000 جنيه استرليني يعطى نصه في أول يوم والنصف الآخر في منتصف الشهر. ونحن يعني نعمل أن تستفيد الكلية من جهود طالبات جامعة القاهرة بقدر استفادة طالبات جامعة القاهرة من برنامج الكلية. الاستفادة والفائدة مشتركة.